waxaan u soo noqday inaan soo dhaweeyo Shariif al-Qawm, Ash-Shariif ibn Shariif, Ash-Sheikh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Ahdal min Tanzania. هو ابننا وابن أخينا شريف شيلرو وهو أخ لشيخ الداعية كيسك شيخ عبد القادر ابن محمد الأهدل تنزاني نوغيمي تنزاني نوغيمي وشريف شريف دلي وويل كيغا والالكيمبا دلي وأنا Somalia ومحيا هيدا يي تنزانيا دقي مدحوين ياشا تنزانيا ويسكو حق حقي نينكي قيمة هي درجة سيين وإي تاج كأحرين وهي وشيرمان كجمعية الحكمة في تنزانيا وننك أبو ري باللابي ترتن كقرآن ككريم كمحيا هيدا يي إسبرتيفا دا وين استاديام كالغو قبطو waa nin ka weey waa culumada saaxiibkood weeye ahlul quraanku jecel yahay sheekh sudaysi imaamul haramka haramul makki wuxuu keenay tanzania mashaariic waaweyn uu la hirgeliyay maantana wuxuu hoosta ka xariiqay in uu سوهر استاغو أمة القرآن صومالي محمد الشيخ عبد الرشيد شيخ علي السوفي بو آدو جعليه هاي قرآن كو جعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيفي عنو صدوية سيدو كلا وحول لنا شيء ننك داعيقة أه أو أفسواحيليك كو هدلا أو كيشك لنه وولالكي رونا أو إسكو هويو يسكو أبا أهبان فيليا سو سيدا ما شيخ ما شاء الله وانا معلن كي سوي يا كيش كهان هذا أركتين وعلك مريا وانين كي وددت تصي بركة إن شاء الله وحن زيك إن رح بحيا شيخ يا يدينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أشكر سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان على خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر بعد شكر الله تعالى إنني أشكر الشيخ عبد الرزاق رئيس مؤسسة أنصار السنة الذين أعدوا هذا الملتقى وأشكركم جميعا أيها الأحبة لست ذلك الرجل الذي ذكره الشيخ عبد الرزاق بل أنا أقل من ذلك ولا يسعني إلا أن أقول كما قال أبو بكر الخليفة الأول عندما مدحوه الناس فقال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون إذا كان ذلك أبو بكر فماذا عساي أن أقول أسأل الله يغفر لي ولأخي الشيخ عبد الرزاق ويجمعنا جميعا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين أيها الأحبة ولا ليال صوماليغا واقعنا لكن أف صوماليغا علماء كو هاد لكم هاد الكري صومالي جعبر سن أيام وطا إن شاء الله إلهي هاي أقبله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا إنوان كاليسي يا مليد دورتي وحا ويحسن الخاتمة أيها الأحبة قفك مسلم كا أدونك أوجه ومانتا وحلق مهران أدونك وكتك دونا ودمن دونا مسلم إقالة وحيسك الراعين الدون كان قفك إنو كتاقي دونا سوماالا دو حيث هذا لمهوران وعوز جلاليد لمشهده ولمهوران فلذلكم قفك استوه لمنايا إلهي نوهر تاقي دونا سبحانه وتعالى لكن
وحلو بحنا كلية واحدة هاي قفك مركو حجابتو دينتو أم تودي من كهر وحو إلهي سبحانه وتعالى وأبصنا يا سيدو أسقى أهانجري هدونين في عنها الله سبحانه وتعالى سوى خيرك وناجي عبادتي كجراك السجن أي إلهي سبحانه وتعالى نفتك قاضيا أما دينتي هاي استو توحيدك استقامتي كل جن لكن هدونين خير بالها إلهي سبحانه وتعالى خاتم حما أيو سبحانه وتعالى أيو سينايا خاتم حما أيو كل منايا كل امرئ مرهون بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قف كستا وحو مرهون كويا هاي أما كحرين هاي عمل كيسا هدو خير كشقين جري إلهي خير أيو أقو أقديقايا إنو أدوينان كقبحو أما كو خاتم استو إنما الأعمال بالخواتيم سبحانه صلى الله عليه وسلم وحكسوا إنه نشأ حديث معروف وصحيح حديث ابن مسعود حديث كديرا وحنشأ سبحانه صلى الله عليه وسلم إن دتك قف سمينا عمل صالح في دتك أي أجيدان لكن مركي أجسي زي سورة واتو وحوك دقائق يا عمل حن مركز وكخاتم سنة نارت أي جلايا قفنا فيما يبدو للناس وحسمينا أعمال خير أعمال حن لكن قلبي جيسي أي توبد أي قوم ما أي حك دلما إنه معناها قف وحي وسمينا وجعلين الله سبحانه وتعالى باطن كجسدها أي أخوتمنا يا سبحانه وتعالى وحكمنا منا يا وناك مركي أجلسي سود واتو أي عمل وناك سمينا يا إلهنا سبحانه وتعالى وحنودر دام مركزته إن كده لأنه قف كسته خاتم هذا إنه وناك خاتمه وناك سينو كده إنتو إلهي وتولي يا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دولك إيمان لقاه لي الله وحليه الله كبقى بقد انت ربت كبقى الله سبحانه وتعالى الدنيا لنه الله سبحانه وتعالى هذين أبصد إذنكو إسلام إسلامك يا مدين تكسغن الله وحشه سبحانه وتعالى قفك مركو سكرات الموت كجرى ملائكة إيمان دونتو ملائكة يقوب شهرين دونتو إنو بقدن وإزجانين إنو مرغونين ووقت أقوح نقفك أدوين وكتغاي النبي عليه السلام حديث عائشة وحكو الشغي رضي الله عنها وحودها قفك الله سبحانه وتعالى لكل كيسة مجرتا أما جعلانا إلهي سبحانه وتعالى وجعلانا إنو لكل ما قفك نعنى إلهي سبحانه وتعالى إنو لكل ما إلهي سبحانه وتعالى ونعايا إنو قفك أسل كل ما عائشة وحيدة رسولك اللو دي وحكا هل يسوا دمشو قف أنك النقامي دمشو جعل هبا يرات اللمه لا يو نبع سامح قول لي أرنك أساس ماهن قف كستان دمشو دتك وين عبيهن لكن قف كمركو ساكت الموت قلو دي نفتي لغا صار الربا إله سبحانه وتعالى مقامك وكلها آخرة أيالة تصايد ونواناك سنها جندي إحر العين تي أيله أسوى بندقى سبحانه وتعالى مركز وحو ملعسنا يا إلهي لكل ما سبحانه وتعالى هدي قف خير بلا وهنا أردالنا وها الله سبحانه وتعالى حتوسا يا عذابتي يوحي وأسجى شقيستي مركزا وحنا يا وكحسنا يا إلهي لكل ما جل في علاه الإمام النووي يقول يا هي جعلك نبت قفك إلهي لكل ما جعلنا إله إن إلهي لكل ما ومرك قفك سكراتك سكرت الموت وكسوغن هي مركز عدانيسا دي وخي لا توسي وانا كنتهي الهي لكل ما يجعلنا يا دي وحن ولكل ما وسقو شقيستي وكحسنا يا فلذلك ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون قفك مسلم كمؤمن كدبته دونك مركو كتغايو وسقت الموت وكسوغن هي ملائكه يا ابشارينيسا خلا ده بقن هنا مرغونين ويبشر جندي الله تعالى ويبه هي اي ابشارينيسا لكن قالوا الى و خنا شيغ سبحانه وتعالى مركه نفته لا قاداي سوره الانفال الله كو شيغاي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم الله وحله سبحانه وتعالى نبي محمد حداد ارك لهيد كو قالوا مركه نفته اي كبخايسه ملائكه نفته كقاديسو حق هرأي حق الدنباء يا لغا قراعيا هسا نفتي وقب حسا آيات كلنا سوطان عام لا يوحو دا يوحلو أرنا أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون
نفس الدين كسر عدد كسر كرتان ما أنت وحنا لقى أبا المرنايا عذابتي درنيت. فلذلك سلاس أي قفك مسلمك أي الله سبحانه وتعالى مركو موتك معناها وكسو قنيها لو بشارينا يا إلهنا وحنا سبحانه وتعالى قفك رجينا إله سبحانه وتعالى إيمان أنت دمب إله وحش عمل صالح حسن ما يو إلهنا يوشرك يرين ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلذلك خوفك واحد في عن مركزته عمل صالح إنه كسر جنيه هاي. إلهي سبحانه وتعالى عيد قرآن حكوده هاي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا. وردجهم أنجا لاندرا إلانجاب الشرف يقوم سوى دوان إنسان واحد الله يقول دوان سبحانه وتعالى واحد هاي إيمان الله تمادان يعمل صوبا إلهي يقول دوان إنسان سبحانه وتعالى ما عند قيام إلهي وحنا الشيء وما الأذ أدرن أنبياء الله تعالى وجمعنا يا وويدنا يا جل في علا دولك يقومك إن أدين دري محد كرك ولنتين ويسكون حياة عيان وحي أرنا يان سبحانك لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل الله يو وح أن كلاس عنا هوا يراته أنا كلام كلاني دولك أنادرتي أم أقوام تاني أنادرتي لا مس عنا ابن عباس عليه من هول الموقف نبك جرام عند قيامة درت إذا يكو إلا وين جهنم ويجو حيسة لها تقيدا وزفيرا نبي كستوح ليها نفسي نفسي. فلذلكم نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحكودها وآد أجعلا رضي الله عنها ما أنت أدويد وحرف ويديسو آخرا لكن وح أنكو قابنك رهابا يراته مجرى يكودها سوبنا صلى الله عليه وسلم. إذن أنيقى أذيقى تنتاقنا إلهي سبحانه سورة الزمر وحنا أقول شغيب مالين دادك اللي حسابنا دادك أقوه الرأيو وإلهي سبحانه تعالى حسابت اللي أقوه قادة وحاوي وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وحال الإيمان أدتك شهادة كدنتي لعلاء كلمة الله إلهي وددس كدنتي والصحة أهد إيو أنبيذي أي الله قبلا ويا حسابتا أدنى أنيق أذيقا ما ننتس هلكين جوقنا. فلذلكم أنبيذنا وحي أولا دردار مجرين أدتك أيق أودا وعرورتا أدتك أودا وحي أولا دردار مجرين إني خاتمة دا خاتمة دا خاتمة وناكسن أي كدنتان. وحين يجري إلى وحنا الشيخ سبحانه وتعالى إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام إنه رهي دردار كسب حكم ذها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحكود هاي يعقوب إبراهيم عرور تودي وحيو دردار من إله الدين تن أيوه إذين داري سبحانه وتعالى هذا سومالنا هاي إله المسلمين أيو نقدقي دين تن أيو نو داري وحد مركز لمن أيسان دين تكون أنت قفك وحام مركزة لغا مرمان أي تهي إنه كده ذاله خاتم هذا إنه ونكسده غير ذا وقت إنه إيمان أيسان ما نقانه وتو النبي عليه السلام حديث صحيح كده هاي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل الدنيا ذا وحد كوها تا قف مرتئة أما قف ودم مراي والترانزيت كوها ابن عمر روحه رايحه ده هاي هاد قبل كده أو حكوا حساب تنتا إنه واقع كبرين، هذا واقع كبرين واحد كل حساب تنتا قبل كأنه كود عينين، وقت قد يمشي هذا عندي مننا ما نقانا، يقف مركز وحلو بهاي استقامة دي عبادة دي عبسد الله تعالى إنه كسر جنيه. النبي يوسف عليه وعلى نبينا السلام دعاء زوجها وإلهي نشى غي وكود عستي توفني مسلما والحقني بصالحين. إلهي أوصي أنا هو مسلم إيه كوا وناقصنه إيوة الحقني بالصالحين. ايضا ايها الاحبه نبي عليه السلام لو حكم دها دعائي سكو دعتين جري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله يا قلوب ترغرغو قلبك يكسك دينك هذا اي كو دعتين جري نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كان ربنا صلى الله عليه وسلم يقول هي انما الاعمال كالوعاء اعماش قفك وسمي سناي وسيدي ويل اوكلي اذا طاب اسفله طابة أعلاه هذه ويلك سلكي سهوس ويهي مد في عنو نظيفة انت صرنا وحين قناسة مد في عنو نظيفة هذه ويلك هوس كيسة سلكي سا ويهي مد خربان ووسخه قصب واحد ويلك كركة وقصة الرئيسة إن قناسة ميل خربان ووسخه. فلذلك نبي عليه السلام وحنوش يا حديث كان قفك إنو خاتمه وناكسا ووقت كيسة كودة ميستو. أيضا مؤمنين صالحين ده وحي كود عيسين جرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله يو الذنوب تاني نوضف
iyo waxan qof ogolaan ilaahay oo noo damidhaaf waxan nafta naga oobstane waxaad watawfana maal abraar waxan naga yeesha kuwi halul khayr iyo wanaagsana baariyinta aha naga dhig falidaalikum nabi cali islaamne wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka magangeli jiray ilaahay inuu ka magangeliyo fitnatul maxya wal mamaat dadka nool iyo dadka dhintay fitnadooda ilaahay ka magangeliyo culimmadu waxay leeyihiin dadka dhintay fitnadooda waxa way cindal mowt wey qofka markuu sakaratul mowt uu ku jiro xusnul khaatima waxay u badan tahay waxa adiga ahaan jirtay marka xayiga tahay marka fiyoweed sida aad tahay ayuu ilaahay kugu dhammaynaya subxaanahu watacaala khaatimadaada nabigu calayhi salaam wuxuu dhahay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljanna qofkii ugu dambaysa erayga ku dhawaaqo adduunyada markuu ka tegaay kelimadaas tawxiidda ku dhawaaqa ahluljanna ayuu ka mid yahay midaad kahor wuxuu maqlay xadiiskan wuxuu dhahay haddaaban si kelimadan sii baranaya haddaan sii xifdinaya war haddaan xifdinaya sheekada ma ahee markaad sakaratulmowt uu ku soo fuulo dee waxaad ahaan jirtay adigu xayi haddaa mu'min ay ahayd ilaahay tawfiiq ayuu ku waafajinaya kelmaddan waa ku dhawaaqaysaa haddaa ahayd khayr beelana kelmaddan ma haleeli kartid walidaalika qofka markuu dhinto maalinta qiyaama qabriga su'aasha la weydiinaya waa su'aasha ardayda yaryar ilmaha caruurtaan ay ku dhigtaan dugsiga markay iskuulka la geynay ama afar jirta la bara maxaa la baraa man rabbuka wamaa diinuka soomahan allahdaa waa kuma diintaada su'aalahaas la weydiinaya oo aan naqaano caruurtaan ay yaqaanaan ayaa kale lais weydiinaya mama u baahno wax inaad soo xifdisid oo munkar inakiir markay su'aasha ku weydiiyaan aad ku jawaabtid intaas keliya ayaa lagu weydiinayaa intaasne waa shay fudud laakiin waxaa ogaanaysa ilaahi subxaana wuxuu dhahay yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira ilaahay isagaa ku sugaaya subxaana wa tacaala qowlka toosan kuwa mu'miniinta ah adduunyada markay ka tagayaan oo nafta ilaahi subxaana wa tacaala laga sii qaaday iyo maalinta aakhira ilaahay ayaa qowli thaabit kugu sugay idan qofkii ilaahay sugay ayaa qofkii tawxiidkaas iyo su'aalahaas ka jawaabi doona laakiin qofkii aan ilaahay subxaana wa tacaala sugin oo isaga markuu xayi ahaa diintii khayrkii iyo wanaaggii aan ka shaqaynin waxaad ogaanaysaa kelmaddan kuma dhawaaqi karo as'ilada qabriga lagu weydiin doonane kama jawaabi karo falidaalikum khaatimada wanaagsan waxaa ka mid ah qofka inuu dhinto isagoo cibaado ku sugan imaam albukhaari waxaa laga wariyey waxaa laga soo la sheegay in isagoo saajid ah isagoo sujuudsan ilaahay naftu ka qaaday dina waxaa haynaa isagoo muusig garaacay nafta ee ka baxday youtube way ku jirtaa idan khaatimada wanaagsan waa in istiqaamada iyo diinta qofka markasto qalbigiisa waa inuu ilaahi subxaana wa tacaala ka baqaa waa inuu carabkiisa markasta ku qoyan yahay dhikrullaah subxaanahu wa tacaala falidaalikum adduunyada waa meel laga tagay waan ka tegaynaa dee aakhira ayaan aadaynaa ilaahina wuxuu sheegay subxaana wa tacaala bal tuxibuuna bal tu'thiruuna alxayaata addunya adduunyadan yar transiitka ah ayaad micnaha israacinaysaan aakhiradii baaqiga aheedne waad ilowdeen ayuu dhahay allah subxaanahu wa tacaala in shaa cala wuxuu dhahay low kaanat addunya taduumu liahliha lakaana rasuulullaahi xayi wa baaqi dee adduunyadan ahled mid waarta nebi maxamed ayay u waari lahayd sala allahu calayhi wasalam falidaalikum kelmaddeeda intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaan asiibay allah ay waafajiyey waxaan qaldamine nafsadeeda sheydaan ay ka ahadeen aad baan idinkaga mahad celinayaa aad baan idin salaamayaa ilaahay subxana wa tacaala ha naga dhigo ilaahay hanagu kulmiyo fi ljanna maca dawiina wa ahliina nas'al allah tacaala an yuxsin khaatimatana wa an yatawafaana wahuwa raadin canna nas'al allah subxana wa tacaala an yakfir liwaalidiina waliwaalidi waalidiina wa an yajcalna maca annabiyiina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله